السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم النهارده ان شاء الله حبايبي هديكوا درس اسمه التنظيم الهرموني فى الانسان يلا نبدأ مع بعض التنظيم الهرموني في الانسان الانسان عنده اعضاء بتقوم بوظائف مختلفه فى جسمه هذه الاعضاء لازم تتنظم العمل بتاعها فاللي بينظم العمل دوت ومعروف من زمان قوي حاجه اسمها الجهاز العصبي يعني الجهاز العصبي بينظم وبينسق انشطه ووظائف اعضاء الجسم للكائنات الحيه دي اللي بيقوم بيها الجهاز العصبي طيب الجهاز العصبي مش لوحده هو اللي بيقوم بالدور دوت، هو مش شايل الحمل لوحده، في حاجه شايله معاه، الحاجه دي اسمها الهرمونات، ودي اول مره كده نتعرف عليها. الهرمون ببساطه هو عباره عن ماده او بنقول عليه رساله كيميائيه. بتعمل ايه الماده دي؟ بتظبط او بتضبط وتنظم معظم انشطه والوظائف الحيويه في جسم الكائنات الحيه. ايه الله؟ طب يعني نفس الكلام يعني واضح ان الجهاز العصبي والهرمونات بيبقى ليهم نفس الوظيفه ونفس الدور. طيب الهرمون ده بيفرز من ايه؟ احنا عندنا الهرمون ده بيفرز يا شباب من حاجه اسمها الغدد الصماء. والغدد الصماء هي غدد لا قنوية، يعني ايه لا قنوية؟ يعني بتفرز انتاجها من الهرمونات في الدم مباشرة، يعني لو انا رسمت كده غدة مثلا كده بتفتح في مجرى دم شريان مثلا او وريد وتبتدي انها تفرز جوه منه اللي هو الهرمون بتاعها على الدم على طول. طب بيروح على فين الهرمون بيروح على حاجة اسمها خلايا مستهدفة الخلايا المستهدفة هي الخلايا اللي بتتأثر بالهرمون اللي احنا بنتكلم عنه دوت جسم الانسان بيفرز اكتر من خمسين هرمون احنا هنتكلم عن جزء منهم النهارده. يلا نبدا نشوف مع بعض كده اهم الغدد الصماء بجسم الانسان. اول غده بتكلم عنها النهارده اللي هي الغده النخاميه. الغده النخاميه تقع اسفل المخ. يعني انا عندي المخ كده بيبقى فيه حاجه اسمها النصفين الكرويين هلاقي الغده النخامية تحت منه كده هي دي الغده النخاميه طيب بنتكلم على حجمها الحجم بتاعها قد حجم حبه الحمص الصغيره يبقى هي حجم حبه الحمص الصغيره يا صغيره جدا طيب هذه الغده بتتكون من ايه بتتكون من فصين يعني جزئين حلو كده خليك فاكر بقى اللي انا قلت عنها انها صغيره جدا لكن هي رئيسة الغدد الصماء يعني ايه رئيسة؟ يعني سيدتهم سيدة الغدد الصماء طب ما اكيد في سبب السبب بقى انها بتفرز هرمونات بتنظم انشطة العديد من الغدد الصماء الاخرى يبقى هنا دورها مهم جدا تفرز هرمونات تنظم العديد من انشطه الغدد الصماء الاخرى، عندك معظم الغدد الصماء اللي بيخليها تشتغل الغده النخاميه. طيب تعالوا نشوف كده الهرمونات اللي بتفرزها بقى ايه؟ أول هرمون خاص بيها هي هرمون النمو، أو عشان الناس تكبر بقى كده وتحلو. طب الهرمون ده بيعمل إيه؟ ده بيضبط معدل سرعة نمو عضلات وعظام وأعضاء الجسم. يبقى ده كده هرمون النمو. طيب تاني حاجة عندنا هرمون بيطلع من الغده النخاميه منشط للغده الدرقيه. يعني في غده اسمها الغده الدرقيه دي ما تشتغلش الا بالهرمون بتاعها اللي بيجي لها من الغده النخاميه. كمان هرمون منشط للغدتان الكظريتان اللي هم فوق الكليه. اربعه بتفرز كمان هرمون منشط للغدد التناسليه الغدد التناسليه زي الخصيتين والمبيضين قرب سن البلوغ خمسه عندنا هرمون بينشط الغدد الثدييه علشان تفرز اللبن ده عند الامهات اللي لسه والدين شوفوا كم هرمون للغده النخاميه الصغيره طيب عندنا سته هرمون بييسر عملية الولادة كمان يا ايه كل إيه ده وكمان عندنا هرمون بتفرزه هي بينظم مقدار الماء بالجسم يعني من الاخر الغدة النخامية فعلا رئيسة الغدد الصماء تاني غدة عندنا النهاردة اللي هي الغدة الدرقية طبعا الغده دي خطيره جدا يا جماعه. الغده الدرقيه دي بتقع في السطح الامامي للعنق يعني على الرقبه من قدام كده على جانبي القصبه الهوائيه يبقى هي كده لو انا رسمت مثلا دي كده القصبه الهوائيه يبقى الغده دي هنا وهنا فصين كده يبقى هي عباره عن ايه؟ تتكون من فصين على جانبي ايه القصبه الهوائيه طب بتفرز ايه الغده دي الغده دي بتفرز اتنين هرمون واحد اسمه الدرقين على اسمها هي اسمها الدرقيه او بنقول عليه السيروكسين الهرمون ده طيب بيعمل ايه الهرمون ده ده بيحفز انطلاق الطاقه من الغذاء يعني احنا كل الاكل اللي بناكله ملوش اي قيمه من غير الهرمون ده هو اللي بيخلي الاكل ده يتحرق في جسمنا ويطلع منه طاقه وده بيعمل عمليات تحول غذائي وبتفرز كمان هرمون اسمه الكاليستوناين الكاليستوناين ده بيعمل ايه ده بيظبط مستوى الكالسيوم في الدم يبقى هنا الكالسيوم في الدم لازم يكون موجود بنسبه الكاليستوناين بيظبطها طيب والغدة اللي بعد كده التالتة بقى البنكرياس يبقى احنا اتكلمنا على ثلاث غدد مهمين جدا الغدة اللي بتاعت البنكرياس والغدة الدرقية وبنتكلم على اتكلمنا على الغدة النخامية البنكرياس بقى ده موجود فين؟ ده موجود بين المعدة والأمعاء اللي هو البنكرياس طب بيعمل ايه؟ ليه دورين مهمين جدا البنكرياس في الابتدائي عرفنا انه هو بيفرز العصارة البنكرياسية يعني العصارة البنكرياسية دي دورها ايه؟ طبعا دي في عملية الهضم داخلة في الهضم لكن البنكرياس بيفرز كمان هرمونين مهمين جدا وظيفتهم عكس بعض الاولاني اسمه الانسولين والتاني اسمه الجلوكاجون الانسولين ده بيعمل ايه؟ ده بيحفز خلايا الجسم يعني يؤمرها على انها تستهلك على استهلاك سكر الجلوكوز المرتفع في الدم. اول ما السكر يعلى في الدم الانسولين يطلع من البنكرياس يؤمر خلايا الجسم انها تستهلكه وبالتالي يخلص منه الجسم او انه يحفز الكبد كمان انه يخزن سكر على هيئه جلايكوجين. اما الجلوكاجون بقى بيعمل عكس الانسولين يعني ايه يعني لو السكر انخفض في الدم لسبب او لاخر هو بيرفعه يبقى ده بيعمل ايه ده ده بيحفز الكبد على اطلاق انه يطلع سكر جلوكوز من ايه من الجلايكوجين اللي هو متخزن فيه يبقى هنا البنكرياس بيعمل هرمونات عكس بعض الانسولين بيخفض السكر والجلوكاجون بيرفع نسبه السكر. تعالوا نشوف مع بعض كده نتكلم عن الغده ونتكلم عن الهرمونات بتاعتها ونتكلم عن الوظيفه. هنبدا بالغده النخاميه. طيب الغده النخاميه احنا قلنا بتفرز حاجات كتيره بس اهمهم دوت هرمون النمو. هرمون النمو بيعمل ايه؟ بينظم نمو الجسم العام. يبقى النمو بتاع الجسم عموما هو اللي بينظمه لنا هرمون النمو طيب بتفرز كمان هرمون منشط للغدة الدرقية طب الهرمون ده لما ينشطها يخليها ايه هي يخليها تفرز هرموناتها يبقى هنا يجعلها تفرز هرموناتها اللي هو السيروكسين والكاليستونين طيب وكمان ايه عندنا هرمون منشط للغدد التناسليه الخصيه والمبيض طب ده يعمل ايه؟ طبعا دوت بينظم حاجات مهمه جدا بينظم تطور ونمو الاعضاء التناسليه علشان حدوث بقى بعد كده عمليه التزاوج وده طبعا قرب مرحله البلوغ او سن البلوغ يبقى احنا كده عرفنا بص كم هرمون ثلاثه همت. طيب ناخد غده تانية نبدا مثلا ناخد الغده الدرقيه تاني خدنا كم هرمون في الدرقيه اتنين اللي هو الدرقين اللي انا قلت عليه الثيروكسين طب الهرمون ده بيعمل ايه ده بيعمل اطلاق للطاقة زي ما انا قلت من الغذاء طيب والكاليستوناين والكاليستوناين ده بيظبط بيعمل ضبط لمستوى الكالسيوم في الدم يبقى دي كده خلصنا الغده الدرقيه نتكلم بقى عن الغدتان الكظريتان الغدتان الكظريتان الغدتين دول يا جماعه موجودين فوق الكليه يعني لو انا رسمت الكليه كده عامله زي حبات الفاصوليا كده اهي هنلاقي الغده دي فوقيها كده غده وهنا غده، يعني دول الغدتان الكسريتان فوق الكليتين بالظبط. دول بيفرزوا هرمون مهم جدا اسمه ادرينالين، كلنا سمعنا عن الادرينالين دوت. والادرينالين ده بيسموه هرمون النجده. هرمون النجده او هرمون الطوارئ، لانه بيحفز اعضاء الجسم للاستجابه لحالات الطوارئ، حالات الطوارئ زي مثلا الانفعال زي الغضب زي الخوف عشان الانسان يتحمل هذه المواقف الصعبة اللي ممكن تسبب فقدانه للحياة بيفرز جسمه الادرينالين بيهيئه انه يتحمل هذه المواقف الصعبة. وبعدين نتكلم عن البنكرياس. طبعا البنكرياس أنا قلت ان هو بيفرز هرمونين بيفرز الانسولين وبيفرز الجلوكاجون الانسولين بيعمل ايه يا شباب؟ قلنا بيحفز تخزين سكر الجلوكوز يبقى هنا بيحفز الكبد يعني يأمره على تخزين سكر الجلوكوز وبيخلي كمان الخلايا تستهلكه. اما الجلوكاجون العكس ده بيحفز الكبد على اطلاق سكر الجلوكوز لو الانسان محتاجه يبقى ده في حاله نقص ايه السكر نتكلم عن المبيضان والمبيضان دول غدد برضو المبيض بيفرز حاجه اسمها هرمون استروجين عند الانثى وحاجه اسمها بروجسترون الاستروجين ده بيعمل ايه ده بيظهر الصفات الجنسيه الثانويه الأنثوية يعني مظاهر البلوغ عند الأنثى بتبان عليها في مرحلة البلوغ لما الاستروجين ده يطلع من المبيض طب البروجسترون بيعمل ايه ده بيحفز نمو بطانة الرحم يعني بيسبب حدوث الحمل واستمراره اما اخر غدة عندنا بقى النهاردة اللي هم غدة الخصيتين طبعا دول موجودين في الجهاز التناسلي الذكر الانسان بيفرزوا هرمون التستو ستيرون وهذا الهرمون بيظهر الصفات الجنسيه الثانويه للذكر يعني يا جماعه بيظهر مثلا خشونه في الصوت ظهور الشعر في بعض مناطق الجسم نمو العضلات افراز الحيوانات المنويه والسائل المنوي كل ده سببه هرمون التستوستيرون هرمون الذكوره زي ما الهرمونات مهمه جدا في حياتنا اي خلل بيحصل فيها بيسبب امراض تعال نشوف كده بقى ايه هي الامراض الناتجه من الخلل الهرموني والخلل الهرموني هنا يعني ايه يعني لو زاد افراز او نقص افراز الهرمون نتيجه عدم عمل الغده بطريقه طبيعيه طب ايه الامراض اللي بتيجي من خلل الهرموني حاجه اسمها القزامه يعني الشخص يبقى قزم يبقى قصير يبقى ده نتيجه توقف النمو لما النمو بيتوقف بسبب ايه طبعا بسبب نقص افراز هرمون النمو طبعا في مرحله الطفوله يبقى هنا ده يسبب القزامه طيب والمرض التاني بسبب الخلل الهرموني عكسه بقى اسمه العملقة والعملاقة بقى إيه نمو مستمر للعظام والشخص يصبح إيه عملاق يعني ممكن أحيانا يوصل طوله مترين ستة وأربعين ونص سنتيمتر حاجة طبعا صعبة جدا العملاقة سببها إيه سببها زيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة الطفولة يبقى شوفوا يا جماعة سبحان الله لو الهرمون زاد أو ناس يسبب مرض طول ما هو مظبوط مفيش أمراض في حاجة اسمها مرض التضخم البسيط وده عبارة عن تضخم الغدة الدرقية وتضخم في العنق العنق يورم والغدة تورم طيب المرض ده اسمه ايه اسمه جايتر جايتر بسيط طيب هذا المرض سببه ايه نقص افراز هرمون الثيروكسين ولو تعرفوا حاجه يعني غريبه تستعجبوا هذا الهرمون متركب اساسا ومبني على عنصر اليود اللي عنده نقص في اكله في اليود ممكن لا قدر الله يجيله المرض ده طيب ده كده اللي هو التضخم البسيط او الجويتر البسيط المرض اللي بعد كده اسمه التضخم الجحوظي اللي هو بيسموه الجويتر الجحوظي وده سبب ايه الجحوزي ان العينين بتبقى مبرقه كده بسبب هذا المرض طبعا بيحصل تضخم في الغده الدرقيه وبعدين بيحصل عنده نقص في الوزن يبقى رفيع جدا وسرعه الانفعال حده الطبع سرعه الانفعال وجحوظ العينين يعني عينيه تبقى والعياذ بالله كده مبرعه هذا المرض سببه زياده افراز هرمون السيروكسين بكميات كبيره طيب يبقى شوفوا كده عرفنا الجويتر الجحوزي اخر حاجه بقى عندنا النهارده اللي هو البول السكري وده مرض مرض يعتبر مرض العصر مرض السكر وده بيسبب العطش اللي هو الشديد ومرات التبول بتزداد يعني هذا الشخص يعني يروح كل شويه يعمل تبول ويعطش جامد جدا والسبب بتاعه هو نقص افراز الانسولين مما يسبب ارتفاع نسبه سكر الجلوكوز في الدم عشان كده بيخرج مع البول طبعا العلماء استطاعوا ان هم يخلصوا من بعض الامراض زي مرض القزامه ان هم قدروا يصنعوا هرمون النمو البشري بادخاله في الحمض النووي للبكتيريا دي ان ايه واستطاعت البكتيريا انها تخلق هرمون النمو يعني تنتجه وتم استخدام هذا في علاج الاطفال اللي هم نموهم بيبقى متوقف او ضعيف. بكده نكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتم تكونوا استفدتوا من درسنا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.